السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أمكن كتبوا لي بالشات إذا الصورة واضحة، البرزنتيشن واضحة والصوت واضح. جيد، نشوف. نعم مفتوح. جيد، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي المستمعين الأطباء والطلبة أو الخريجين الجدد. أرجو أن يكون هذا اللقاء مفيد ويعطيكم بعض الجايد أو الطريق، يمهد الطريق لكم إذا كنتم عندكم فكرة في الدراسة أو إكمال الدراسات العليا الطبية في بريطانيا. طبعاً هو كل الكلام اللي أنا راح أقوله موجود بالجي إم سي ويب سايت، الجي إم سي مال UK هي General Medical Council اللي تعني بشؤون الأطباء من حيث الفتنس تو براكتس مثلا، يعني هذول الأطباء أنهم قادرين على ممارسة المهنة بشكل سيف مثل ما يقولون، وضمان حقوق المرضى أكثر شيء، وغايد لبراكتس مثل ما قلنا، يسوون البست براكتس غايدلاينز هم أيضا بالنسبة لـ Conduction of Code and Practice Code بالنسبة للأطباء. طبعاً نشوف النكست. منو الأشخاص اللي مطلوب من عندهم امتحان، هذا امتحان البلاب يسموه؟ هذول الأطباء عادةً اللي يكونون خريجين International Graduate يسموهم، اللي هم خارج الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. هذول يطلب منهم امتحان اجتياز امتحان بلاب، اللي هو عادة يعني يكون testing the knowledge of the doctor to ensure that they are up to date with their practice, safe to practice, safe to practice in the UK and particularly up to the standard of a UK graduate, يعني similar to that standard. فالامتحان هذا يتكون من جزئين. قبل هذا الشيء، قبل ما ندخل بالامتحان شنو تفاصيله، أشخاص اللي exempt من هذا الامتحان اللي عندهم MRCP، إذا واحد عنده MRCP full MRCP part 1 و 2 paces يقدر ما يجتاز الامتحان بلاب، ما يحتاجه، مجرد يجتاز امتحان اللغة اللي هو الآيلتس مثل ما راح تفصل بعد قليل. زين، البلاب عبارة عن شنو هو؟ هو عبارة عن جزئين. Part 1 هو عبارة عن written multiple choice test questions و 180 single best answer question. غيروا، كان اكو multiple choice as well. هذا تغير يعني يبدو بعد ما اجتازيته قبل أكثر من 10 سنوات، حاليا تغير صار best answer. راح نعطيكم example. Part 2 is a practical exam, مثل الـ OSCE, my final year medical student مثلاً. راح أيضاً نعطيكم فد example ونراويكم شنو طريقة الامتحان. طبعاً يحتاج أنه تجتاز الـ 2 parts حتى تقدر تسجل بالـ General Medical Council to practice. زين، قبل ما أنت تمتحن أو تقدم على البلاب، طبعاً ما تقدر تقدم على الامتحان إلا ما تفتح أكاونت بالجي إم سي ويب سايت. جي إم سي أونلاين أكاونت، طبعاً أنا حطيت هايبر لينك على هذني
انه مجرد ما تدوسه، يعني اذا تحبون ادز لكم هذا البرزنتيشن ما عندي مانع، مجرد ما تدوسه مثلا راح يفتح لنا الويب بيج اللي هو guide to GMC online for doctor. طبعا open online secure portal، تضغط وتفتح account. لما تفتح account وتحجز بامتحان البلاب ما راح يسمح لك الا ما تدخل نتائج الامتحان مال IELTS او امتحان اللغة اللي عندك حتى تقدر تسجل to practice او حتى تسجل بامتحان بلاب 1. طبعا هنا أنا كلش easy to follow هذا الويب سايت مال GMC وتقدر تتبع الخطوات المطلوبة بسهولة ويسر. مجرد next step تضغط هو راح يوديك للنكست ستيب المطلوبة. نرجع نقول مثل ما قلنا لازم تفتح اكاونت. خلاص فتحت الاكاونت، عندك الامتحان اللغة، تحجز امتحان بلاب تيست 1. وقلنا عن الايلز هو طبعا لازم تكون عندك 7 in each item speaking, listening, writing and reading، ويكون عندك overall score of 7.5 لازم يكون عندك، لازم تكون مجتاز امتحان الايلز خلال السنتين اللي فاتوا from the last 2 years لازم يكون حتى يكون test valid. الانجليش لانجويج ريكوايرمنت هذا another professional English language requirement. ممكن ايضا بالحديث صار ممكن تجتاز هذا الامتحان بدله، وايضا تفاصيله موجوده في الويب سايت. ما اريد اروح هذا الشيء لانه اريد اخصص الحلقه فقط لامتحان البلاب. اذا بارت 1 عباره عن 3 hours exam 180 question. Each question start with a short scenario. راح اعطيكم example. We choose the right best answer. تقدر تمتحن بالUK، تقدر تمتحن اماكن اخرى مثل مصر، بكثير من الدول العربيه ايضا مفتوح البارت 1. بس البارت 2 لحد الان حسب علمي لازم تجي تمتحنه في بريطانيا، وعلى اساس يعطوك الفيزا. ما اعتقد اكو مشكله بها اذا انت اجتهدت البارت 1 على اساس يعطوك الفيزا تجي تمتحن البارت 2. طيب شنو الاكزام هذا كفر؟ شنو التوبيك؟ راح يجيك واحد يتساءل شنو راح ادرس؟ شنو شلون احضر له كذا؟ طبعا هو هذا الامتحان testing your knowledge up to foundation year 2 يسموه. يعني شايفينه واحد ما يتخرج السنة الأولى ما أعرف يسموه بالعراق يمكن استاجير وكذا، ورا استاجير هاي بعد استاجير testing أنت knowledge مالتك بذيك السنة. فأنت يكون متهيئ بحيث تكون عندك قدرة إجابة على الأسئلة والمضامين للكيسات اللي تجي بهالمستوى، ما يطلبون أكثر من هذا الشيء. حتى لو كان أنت عندك خبرة كبيرة ما يطلبون هالشيء. زين، هذا إذا أنت تريد تسجل ك شو اسمه full registration. ماكو provisional registration وأكو full registration. Provisional registration هذا إذا ما كان عندك استاجير، سنة استاجير أو internship يسموها. هنا يسموه foundation year 1، هذا provisional registration يسموه. إذا ما كنت مجتازة تقدم لما تيجي تسوي registration بعد ما تسوي passing the plab تسوي provisional registration، فما يطلبوا من عندك أوراق معينة تخص هاي المسألة. هذا طبعا ورقة امتحانية شلون تيجي شلون تجاوب، عبارة عن تشخط المكان الـ A B C D E شنو إجابتك، تشخطها بقلم رصاص وتكون هاي الإجابة. مجرد تقرأ السؤال صدر السؤال والأوبشن عندك، وعندك ورقة الإجابة بحد إن هاي تطب بسكانر وتتصلح للسرعة هذه لغرض السرعة. How to prepare for the test. أفضل شيء إنك you download the blab blueprint. هذا download blab blueprint راح يدخلك على الموقع مالتهم. ايضا تقدر تنزل اما اكسل شيت او بي دي اف. خلينا نقول هسه لو بي دي اف راح تفتحه راح يعطيك كل المواضيع اللي انت يو نيد تو كفر ات كلهن.
حتى البارت 2، البارت 2 راح يعطيك ايضا الدومين اللي يسالوه النولج سكيل اند بيرفورمانس الى غير ذلك، ما حد اوقفكم بيه تقدرون تشوفوه بعدين. فتنزله تشوفه كجايد هذا. شنو المواقع اللي تقدر تستعملها كبريبريشن للامتحان كام سي كيو تسويها براكتس كويشن، تعرفون مثل اي امتحان اخر تحتاج الى براكتس practicing practice is most important question just do question مو بس قراية. تقدر تفتح كتاب انت اوكسفورد هاند بوك وتقراه وتكمله، بس ما راح يمكن تجاوب على الاسئله اذا ما مر انت على ثيم مال الاسئله، طريقه طرح الاسئله شلون يكون. فاذا تنصدم بها، اذا اجتك مفاجاه بالامتحان شيء ما متعود عليه طريقه طرح الاسئله. فلما نسوي practicing اذا اني موقعين طلعتهم باس ميديسن و BMJ on examination، BMJ أيضا جيد، Pass Medicine أيضا جيد، اثنيناتهم ومو غاليات رخيص، تقريبا أربعة أشهر حوالي ب10 pound or something. هاي BMJ مثلا تفتحها، BMJ طبعا British Medical Journal هاي on examination، طبعا هي واحدة من ال very respected يعني organization بال UK. 4 month 10 pound تقدر تسوي هذا الكورس. نفس الشيء باس ميديسن ايضا نفس الشيء ايضا 12 pound for month، ويعطيك هم سامبل why not take free demo. تقدر تسوي براكتس question example، تختار تقدر تسوي كم question تشوف انت شنو طريقه الامتحان مالتهم وتجرب الاسئله. هذا مال بارت 1. طيب هذا example سؤال هتشوفوا ربما أعطيكم يعني example شنو يريدون من عندك أنت بالضبط. هذا an 85 year old man is brought to the emergency department after a fall at his home. He had been on the floor all night and was incontinent of urine. He had a myocardial infarction 8 years ago. He takes aspirin, atorvastatin and ramipril. His pulse is 94 beat per minute and blood pressure of 106 over 76. Investigation, white cell 14, slightly raised. Serum urea 30 millimole per liter. Serum creatinine 158 micromole per liter. The one high UK unit we use. Serum creatinine kinase 11,000. So raised serum creatinine and kinase, اللي هو CK, and ECG show Q wave in lead 3. What is the most likely cause of his raised creatinine kinase? The CK raised regional cause مالته. He wants you to know that what is the most likely cause of raised CK, because it can go up in myocardial infarction, yes. Dermatomyositis, yes. Rhabdomyolysis, yes. Urinary tract infection, likely. Acute kidney injury, if it was the cause, rhabdomyolysis, yes. For the direct cause of raised creatinine kinase, who are rhabdomyolysis, and the patient can long lie. Q wave, you can end the old MI, new infarction, for CK, but then 11,000 is most likely of some sort of muscle damage is there because it's very high. فتجي تبيك ذا انسر يو شو اسمه القلم الرصاص على ورقه الاجابه تشخبط بالقلم الرصاص على الاوبشن سي. Question 2. 16 year old boy has been brought to GP to his GP by his general practitioner يعني by his mother as she is concerned that he has no friend and does not play with other children. He likes to collect model cars and now has 1,000 cars and he appears to be indifferent to either praise or criticism from his mother or teachers. يعني they describe him. What is the most likely diagnosis? Attachment disorder, attention deficit hyperactivity disorder, autistic spectrum disorder, obsession compulsive disorder, schizoid personality disorder. So in this case looks like, and I'm a psychiatrist, but basic principle looks like they're looking into
someone who's withdrawn, and he liked to collect, obsessive about collecting car models, probably would go, I would go personally with autistic spectrum disorder. طبعا انت لما تسوي براكتس اوف ذيس كويشن والاكسبلانيشن عليهم راح يعطيك فد فليفر هاو تو انسر ذيس كويشن. So the more you practice, the better you will pass the exam. طبعا اكو كورسات راح نمر عليهم بعدين. هنا أنا شيء ايضا مهم اذا ناخذ الخطوات قبل ما انت تروح تسوي البلاب لازم تعرف انه الكواليفيكيشن مالتك البرايمري ميديكال كواليفيكيشن هل هي اكسبتد اور نوت باي ذا جي ام سي. طبعا هم ما راح يشوف كواليفيكيشن مالتك لما تسجل البلاب 1 ما لهم علاقه بعدين بالريجستريشن ذيك. فمن الافضل انك تعرف انه البرايمري ميديكال كواليفيكيشن مالتك الجامعه اللي تخرج منها هل هي مقبوله لو لا. شلون تعرف؟ اكو وورلد دايركتوري اذا ضغطت على هاي وورلد دايركتوري حطيك جامعات العالم اللي هي تعترف بها اليو كي. تضغط على هاي وورلد دايركتوري اوف ميديكال بعدين تقول سيرش تسوي سيرش تكتب الكونتري مثلا مثلا العراق وتسوي سيرش راح يطلع لك الجامعات اللي تعترف بها بريطانيا. هاي والصفحه الثانيه ايضا هاي الجامعات تقدر تشوفها بعدين ما اطول عليكم هاي المساله زين. والمساله الاخرى بعد ما تسوي هذا الشيء تاكدت ان الجامعه موجوده يحتاج انت فيريفيكيشن يعني صحه الصدور مثل ما نقول احنا فيريفيكيشن يسوي مو من الجامعه ما تكتملك علاقه. هنا أنا اكو مكان تروح عليه يسموه Education Commission for Foreign Medical Graduate هذا ECFMG هذا هو يسوي checking. هو تدفع رسوم معينه مو هوايه تدفع رسوم معينه هو يسوي لك هذا بعد ما تجتاز بلاب 1 وقبل ما تخلص بلاب 2 حتى اجراءات وراها تقدر تسجل لانه ما يصير تتاخر ورا بلاب 2 ما تسجل ويا الجي ام سي يتاخر تقريبا يمكن اكو ديدلاين يمكن 3 أشهر او شيء لازم تسجل وياهم اذا تريد والا البلاب اكزام يصير اكسباير فتسوي فيريفيكيشن ويا هذول تقريبا تشوف قلبوا الموقع اعتقد الثانيه ربما وين هو هذا فيريفيكيشن بروسيس تدخل على تقريبا هذا الكترونيك انترناشونال اي فتسوي انكوايري شوف فور فيزيشن الفيز هاو تو ابلاي والشغلات هاي المهم هواي تفاصيل بالموضوع. طيب الانجلش مثل ما حكينا بالانجلش لانجوج شنو مطلوب. المساله الثالثه بروف اوف كلينيكال نولج قلنا على البلاب البوست جرادويت اذا عندك ام ار سي بي او ام ار سي اس is fine you don't have need to blab sponsorship اكو بعضهم قاعد يقدموا على sponsorship حطيت رقم اس وحطيت هاي applying for registration using sponsorship اذا واحد يعطي عنده مثلا يسموه شنو يسموه sponsorship يعني بالعربي يعني شو يسموه يعني كفاله مثل ما نقول يتكفلوا جهه معينه. هذول المستشفيات اللي يتكفلن في بريطانيا عندهم برنامج فيلوشيب بروجرام يتكفلوا من ضمنها مستشفانا يونيفرستي هوسبيتال اوف برمنغهام. بس البروسيس معقد يعني نوعا ما معقده مو سهله مو ستريت فورورد. هم عاده هاي مثلا جامعه مستشفى يشتغل بها يروحون دول معينه اكو بعض دول الخليج وبعض وحتى باكستان والهند يتعاقدون وياهم يجيبون يدربون هنا سنه سنتين بسبونسرشيب بس يحتاج ايضا اللغه. انا افضل تروحون على الروت مال البلاب احسن شيء لانه يعطيك فريدم. هاي فيلوشيب تجي بس لهذا المستشفى تسوي لك سنه سنتين سيرفيس جوب ما تحصل شيء يعني ما تحصل شهاده او شيء بس يعطوك انه انت جيت اشتغلت عندهم. السيزر هذا ماله سبيشاليتي تريننج ما عليكم بهذا يسجل جوجل على سبيشاليتي وهذا روت طويل ومعقد
البس للسبيشاليست. طبعا هنا مثل ما قلنا you need GMC acceptance. عفوا ما قاعد اشوفها. وصلنا ايه acceptance internship. ها ال acceptable internship اذا لازم يكون عندك internship acceptable in the UK. لازم يكون عندك 12 month. من ضمنها لازم يطلبون ايضا بعضها تقريبا تفاصيلها يطلبون شهر عندك سايكاتري او هيك شيء. اذا تريد تسوي full registration مو شرط يعني ما التفاصيل الحقيقه مال الانترنشيب ما عندي بس شوفوها بالويب سايت يمكن اكيد متوفر هناك. 5 year activity record هاي لما تخلص بلاب 1 and 2 لما تيجي تسجل بالويب سايت راح يطلبون منك 5 سنوات الاخيره من بعد التخرج طبعا. اذا عندك 5 سنوات اذا عندك اقل من مشكله تسجل شنو اخر سنة 5 سنوات كنت تسوي بها. ما كنت تشتغل قاعد ليش ما ليش كلها يريدوها بصدق وبشفافيه لازم تذكر كل هاي الامور. بعدين يطلبون certificate of good standing هاي عاده تاخذها من النقابه اللي تشتغل بها بالبلد اللي تشتغل به. بعدين يسوون ID check ايضا. هاي مثل ما رايتكم بعض الامثله مال universities اللي بالعراق اللي هي تعترف بشهاداتهم في واغلبها معترف بها بس ما اعرف بالنسبه لي الخاصه ما اعرف. بلاب 2 هذا بارت 2 عباره عن testing your knowledge from patient interaction point of view. لما انت شلون تتعامل ويا المريض شلون تحكي وياه how to obtain history, how to counsel them, how to talk to them. Basically, هذا اللي يشوفوك إذا are you safe? Are you basically a doctor? Can interact properly? يعني هذا very important aspect of safe practice, you know, good communication skills. وهذا بال practicing هو كله عبارة عن أنت تصير ممثل ماهر, تمثل جيد, تراويهم شلون أنت تقدر تحكي عندك confidence. وهذا أعتقد مو كلش يعني صعب اذا واحد مارسه وسوى تدريبات. احنا كنا نسوي تدريب ويا بعض 1 تو 1 سوى وواحد يعطي فيدباك للاخر بعد كل سيشن. هذا امتحان ياخذ 3 ساعات وعندك بريك 2 بريكس ان بتوين اثناء كل سيشن. طبعا هو كلش مرهق بس ما تحس بيها 3 ساعات هاي يعني كلش تروح very quick. كلها عبارة عن sessions meeting people كلهم actors وممتحن قاعد يسمعك. different session بعضها practical بعضها يعني على mannequin وبعضها على face to face ويا actor تحكي ويا مو مرضى حقيقيين. شلون راح يختبروك بالضبط؟ هم يختبروك على الدومينز هذني يسوون ماركينج على اساس هالدومينز هذني شنو هن. داتا جاذرينج مثلا, هيستوري تيكينج, فيزيكال اكزامينيشن, براكتيكال بروسيجر, انفستيجيشن ليدنج تو دايجنوزيس. هذني كلهن دي تيست يو اون الكيس سيناريوز. Clinical management skill, formulating a diagnosis, explaining something to a patient, formulating management plan, interpersonal skills, كل هذني. بالclinical examination يعطوك كل ال شنو يشوفوك شلون how to you examining a patient and how you recall the finding أيضا. Practical skills يشوفونك how you check مثلا blood pressure, شلون تسحب دم, inserting cannula, calculating drug dosage. تو كل هذه الاحتمالات واحدة من عدهن اثنين ثلاثة وهكذا مجموعة فكلهن موجودات ذني بالجي ام سي ويب سايت. interpersonal skills ممكن يمتحنوك بها how to communicate with relative. مرات يعطوك سيناريو يقول لك خابر اهل المريض هذا اللي عنده كذا وكذا 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 واحكي وياهم مثلا to discuss a case very critical over the phone. راح يشوفوك ايش قد انت راح تعطي معلومات عن التليفون, شلون راح تشيك الشخص الاخر اللي قاعد تحكي وياه هل هو هذا الشخص المطلوب. فكثير من الامور وايش قد معلومات راح تعطي, هل انت سيف اور نوت.
هاي كلها الأمور بها. Sample of OSCE station هاي أيضا موجودة حطيتها sample هنا. What will a scenario look like؟ راح يعطوك مثلا سيناريو مال clinical management skills، أو يعطوك مثلا interpersonal skills مثل ما حكيت لكم قبل شوية. كل هذني they will test you upon، كله موجود بالإكسل. View a sample or prescription chart مثلا، ممكن يعطوك prescription chart مثل هذا، هذا مال الدواء شلون تعطيه، راح يقول لك اوصف هذا الدواء. فراح يشوفوك شلون راح تعبي البيانات هنا، وشنو البيانات المهمه، شنو راح تعوف، شنو ما راح تعوف، هاي الشغلات كلها هذا تيست يو. ان اكزامبل هاو تو بريبير اجين، ايضا البلو برنت مهم، نزله نفس ذاك، تضغط على هاي هم نفس الشيء راح يوديك على الجيمس ويب سايت نزله. اكو كورسات most important course هنا باليو كي موجود، هذا سوامي اغلبنا احنا كل احنا مرينا به سويناه، بالذات البلاب 2 هو يسوي ايضا بلاب 1. كورس هذا حاليا يسوي حتى اونلاين، اذا ما تقدر تجي اليو كي وتسوي تقدر تسوي اونلاين البارت 2. مصر ايضا عندهم كورس يسووه ايضا اونلاين وفيس تو فيس، ايضا حطيت اللينك، وموجود يمكن كورسات ايضا بدبي بال باقي يمكن دول الخليج ايضا. هذا مثلا اونلاين سعره 600 باوند، وفيس تو فيس 150، طبعا يضيف عليه تكاليف السفر والى ذلك. في هو هذا في القاهره ناصر سيتي. زين فهذا ممكن تسوي اذا وصلت لمرحله البارت 2 خلاص، واحد يعني يسوي الكورس وتوكل على الله ويسوي الامتحان. وأنا هسه تقريبا تكلمت على الجزئين. طبعا البراكتس مثل ما قلت لكم بارت 1 is not difficult، وأنا أدري الخريجين العراقيين مستوياتهم من المعلومات غزير، بس يحتاج لو تباوع الكوريكولوم اللي نزلت هذا بالبلو برنت، لو تنزله راح تلقى أنه مهم راح تلقى مهم شلون البراكتيكال سكيلز اللي انت تحتاجها وتركز عليها، وتبتعد عن البراكتيكال سكيلز اللي انت already you know about، فتسوي some questions اللي relevant to the practice that you never done، تركز عليها مثلا communication skill او ethics او أخلاقيات طبية، أكيد مر عليكم، بس اللي هي practically relevant to the UK هذني كلش مهمة. طبعا أنا أخذت من وقتكم نص ساعة، إذا عندكم أسئلة حول ما طرحته أنا حاضر. أنا ما أردت إنه مثل ما قلت لكم هي عبارة عن توجيه guidance، خب ما أنا أقدر يعني أعطيكم كل شيء بتفاصيله، لأنه أول شيء أنا اجتازيت هذه المرحلة أكثر من 10 سنوات، تفاصيلها دقيقة ربما تغيرت أيضا. فالويب سايت دليل، وإذا شيء ما فهمتوه أو عندكم سؤال معين أنا ما عندي مانع أجاوبكم عليه، أو تسألون الجي أم سي نفسهم، أيضا هم ما يقصرون في هذه المسألة. إذا عندكم أسئلة أنا حاضر، حطوها بالشات. ما أعرف إذا هذا الشات، يمكن مع الفيسبوك أيضا أكو شات آخر، خلنا أشوفه. ماكو أسئلة يبدو. عموما يعني إذا أكو أسئلة عندكم أخرى أنا جاهز إنه أشوفها وأرد عليها بإذن الله في الصفحة. وعندي أيضا صفحة خاصة بي اسمها دكتور عمار مناف الموسوي بالعربي، اكتبوها وتجدون يعني تقدرون تتواصلون وياي من خلالها. أرجو أن يكون هذا البرنامج يعني كان مفيد، واستفدت بالقدر اللي كنت ترجوه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا، مع السلامة.